معنا سعادة الأستاذ علي الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص. السلام عليكم سعادتك ومساك الله بالخير. أفتح الله بركاته ومسي عليكم براشد وعلى المستمعين الكرام. مساك الله بالنور، كيف حالك أستاذ علي؟ الحمد لله بنعمة الله يباركك. سيدي الكريم، قبل شوي كنا نتكلم مع الأخوة في وزارة التربية والتعليم فيما يتعلق بجاهزية التعليم عن بعد في مدارس الوزارة، وأردنا أن نتأكد كذلك من جاهزية مدارس الشارقة الخاصة التابعة لهيئة الشارقة للتعليم الخاص فيما يتعلق بالتعليم عن بعد في الشارجة اللي بيبدأ الأسبوع المقبل. بإذن الله. أول شيء شاكر لكم تواصلكم براشد وتعاونكم الدائم مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص لإبراز مشاريعنا وبرامجنا للجمهور. كذلك شاكر لوزارة التربية والتعليم على التعاون والتنسيق المشترك ما بيننا وبينهم دائما لمصلحة أبنائنا بإذن الله. بالنسبة للتعليم عن بعد براشد، مثل ما تعرف الظروف اللي يمر فيها العالم وتمر فيها الدولة، ولضمان سلامة أبنائنا الطلبة بإذن الله وضمان استمرارية التعليم لأبنائنا الطلبة، ارتئينا نحن كجهات تعليمية في الدولة مع وزارة التربية والتعليم بتقديم إجازة الربيع للطلبة، وبعد ذلك يبدأ الدوام بالتعلم عن بعد. قبل هذه الإجراءات طبعا هيئة الشارقة التعليم الخاص بالتعاون والتنسيق مع جميع الجهات من اتخاذ القرار في الأسبوع الأول اللي هو نقول أول مارس، بدأنا بتجريب التعلم عن بعد على 6 مدارس خاصة في إمارة الشارقة، واستخدم عدة برامج مثل الزوم والجوجل والمايكروسوفت تيمز أو الإدمور أو الكلاس ديوجو، هاي كبرامج للتواصل غير المحتوى طبعا، التواصل المرئي طبعا. اي التواصل المرئي تعتبر هذه أساس انه يصير في يعني تواصل بين الطلبة والمعلمين. هاي البرامج اللي هي تسهل عملية التواصل، وجزاهم الله خير الاخوان في مؤسسة الاتصالات ودو فتحوا برامج كثيرة كذلك أساس انه تسهل العملية. اما المحتوى فمتروك طبعا للمدارس، والمدارس الخاصة مثل ما تعرف براشد يعرفون الاخوان المستمعين تطبق عدة مناهج، منها المناهج الأمريكية والبريطانية والأسترالية والهندية الآسيوية يعني والمناهج الألمانية والفرنسية، فأنت ما تقدر تحط محتوى واحد مثل وزارة التربية والتعليم عندهم منصة ومحتوى واحد، نحن في المدارس الخاصة يختلف المحتوى. فإحنا وجهنا وجربنا تجربتنا على أكثر من مدرسة طبق أكثر من مهاج، واستخدمنا عدة برامج للتواصل في الأسبوع أو في بداية أول مارس على 6 مدارس أساسا نضمن أن المدارس فعلا تستطيع تقوم بهاي العملية، وخليناهم كتجربة وأن المدارس الأخرى ترجع لهاي التجربة. بعد ذلك هي وأساسا نضمن استمرارية التعليم لأبنائنا في إمارة الشارجة المدارس الخاصة، قمنا بتوزيع استبانة عن جاهزية المدارس للتعلم عن بعد. طبعا يتم هاي استبانة وحللنا الاستبانة وخذنا عليها قرارات. كذلك بعد ذلك وفرنا خط ساخن للمدارس في الهيئة أساس الاستفسارات، ثم طلبنا من كل مدرسة تبدأ تختار البرنامج اللي راح تشتغل عليه حسب إمكانياتها حسب الأجهزة اللي عندها، وتحدد المحتوى اللي راح تقدمه للطلبة. تركنا الحرية للمدارس في اختيار البرنامج، لكن تزودنا نحن كهيئة الشارقة التعليم الخاص باسم هذا البرنامج، وتزودنا بيوزر نيم يعني تعطينا رقم المستخدم والرقم إمكانية المستخدم الدخول للبرنامج، لإمكانية الدخول على البرنامج ومتابعة تطبيق المدرسة، متابعة مدى تطبيق المدرسة لهذا البرنامج. عملنا عندنا في هيئة الشارقة التعليم الخاص غرفة عمليات خاصة نستطيع من خلالها ندخل على جميع البرامج اللي تشتغل عليها المدرسة من خلال الرقم اللي تعطينا إياه المدرسة. بعد ذلك في الأسبوع الثاني من الإجازة طلبنا من كل مدرسة تعمل برنامج تدريبي طبعا قبل البدء. احنا الأسبوع الأول إجازة للطلبة، الأسبوع الثاني المعلمين يردون الدوام، في الأسبوع هذا يبدأ التدريب لجميع المعلمين، كل مدرسة تدرب معلمينها على البرنامج اللي اختارته سواء كان زوم أو جوجل كلاس أو مايكروسوفت تيمز أو إدموت أو أي غيرها من البرامج اللي هي برامج التواصل. نضمن أن المدرسة دربت معلمينها على البرنامج اللي اختارته، وتدرب معلمينها كذلك كيف تسخر المحتوى التعليمي وطبقه في التعلم عن بعد. كذلك الهيئة قامت بإيجاد أسبوع التدريب المهني ابتدى من يوم الأحد
الماضي ومستمر ليوم الخميس. تعاوننا مع جامعة حمدان الذكية وقدمت برامج للإداريين وللمعلمين، وكذلك تعاوننا مع جامعة هلسنكي بفنلندا لتقديم كذلك دورات تدريبية في هذا الأسبوع للمعلمين في طريقة التحول للتعلم الذكي. كذلك قمنا نحن في الهيئة، عندنا خبراء قاموا بتقديم ورش تدريبية للمعلمين كذلك في التحول إلى التعلم عن بعد. فهذه الجهود اللي قامت فيها الهيئة حقيقة على أساس أن نضمن أن مدارسنا تكون جاهزة في التعلم عن بعد. وفي استجابة ما شاء الله يعني مميزة من المدارس، استجابة مميزة من الميدان في هذا الشيء. كذلك طلبنا من كل مدرسة يكون عندها خط ساخن لأولياء الأمور، أساس أي استفسارات من أولياء الأمور من الطلبة عن استخدام هذه البرامج أو عن استخدام المحتوى يستطيعون يتواصلون مع المدارس. كذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم مشكورين، ومع شركتي دو واتصالات سيتم توفير بيانات للطلبة على البطاقات الخاصة فيهم. الآن لله الحمد يعني اليوم تم الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم والشركات على أساس أن نوفر بيانات للطلبة، وطبعا نزلنا استبانة على طول مباشرة نحصل على أرقام هواتف يعني الطلبة. الآن كل الطلبة عندهم أرقام وعندهم كلمات سرية وعندهم مسائل مثل كذي؟ طبعا كل مدرسة يفترض أنها صار عندها رقم سري لكل طالب يدخل عليه ويدخل البرنامج، حساب يعني حساب. إيه حساب لكل طالب. بالإضافة إلى ذلك بعض الطلبة قد يعانون أنه ما عندهم يعني بطاقة بيانات أو ما عندهم داتا يقدرون يدخلون على النت ويستخدمون هاي البرامج. اليوم نحن لله الحمد لله مع وزارة التربية والتعليم مشكورين وشركة يدو اتصالات استطعنا أن نحصل على باقات مميزة للطلبة وتكون مجانا إن شاء الله. كيف هذه الباقات يعني الطالب ترى البرامج هاي يا ابو راشد ممكن الطالب يدخل فيها عن طريق الهاتف الذكي، صحيح، او من خلال الحاسوب او يعني اي جهاز ايباد اي جهاز لوحي يدخل عليه، اي جهاز لوحي يدخل عليه. فنحن عشان نضمن كل الطلبه عندهم باقه بيانات يستطيعون يدخلون بكل سهولة على الانترنت ويستخدمون هاي شركة يدو اتصالات في التعامل مع الوزارة، راح نطلب أرقام هواتف الطلبة وراح يدخلون مباشرة مجانا بدون يعني الرقم هذا بيدخله على المواقع هذه بدون ما يكون في أي تكلفة. هي نعم بدون أي تكلفة أساس نضمن للكل، وهذا جهود طبعا. طيب اللي كذلك مع العذر عن المقاطعة، لكن اللي عنده باقة بيانات أعتقد كذلك الدخول على هذه المواقع بيكون مجاني، صحيح؟ مجاني نعم بيكون مجاني، يعني ما بيأخذ من رصيدي يعني. صحيح، ممتاز، صحيح. طيب نعم. نحن نقدر نقول إذن بإذن الله يوم الأحد القادم بتكون أول عملية للتعليم البعد في كل مدارس الشارجة الخاصة؟ نعم بتكون في جميع مدارس الخاصة ما عدا الآسيوية، لأن الآسيوية ينتهي يعني العام الدراسي عندهم وراح يبدون في إبريل. فمعناهم في إجازة بناء على منهجهم وعلى على منهجهم وراح يبدون في إبريل، راح يبدون مباشرة إن شاء الله التعلم عن بعد إذا تم تمديد الفترة. فلله الحمد اليوم يعني دولة الإمارات تجد حلول ابتكارية وتجد حلول يعني لضمان استمرارية التعليم لأبنائنا الطلاب. فنحن منبركم نطالب أولياء الأمور في توجيه أبنائهم في هذه الفترة والجلوس معهم خاصة بداية التطبيق على أساس أن نضمن أن الطلبة يتواجدون في المواعيد المحددة، يستطيعون أنهم يدخلون على البرامج بكل سهولة بإذن الله. وأبنائنا ما شاء الله عليهم يعني متمكنين من التقنيات. هي نعم. أكثر منا نعم صحيح أكثر منا نعم. طيب أستاذ علي كذلك من لديه أي إشكاليات أو أي عقبات أو أي استفسارات أو أي ملاحظات أو أي مقترحات كيف بإمكانه أن يصل إليكم أو أن يعني يتحدث إليكم في هيئة الشارقة للتعليم الخاص؟ أولاً بالنسبة لأولياء الأمور والطلبة في خط ساخن كل مدرسة حددت لها رقم ساخن على أساس يتواصل في المدرسة هذا. في المدرسة مباشرة. ممتاز. ممتاز. كذلك على قنوات التواصل الموجودة على حساباتنا يستطيع أن يتواصل مع هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
ممتاز. ولا تفضلون طبعا الزيارات المباشرة على اعتبار أن نعم يعني نعم الحالة نعم لا تسمح الآن؟ نعم، نحن كذلك حتى يعني نعمل اليوم في هيئة الشهر التعليم الخاص عن بعد، وعن عندنا منصات إلكترونية دليل وتمام، دليل فيما يخص الطلبة وتسجيلهم وشهاداتهم وقيدهم وغيرها، وتمام بما يخص الهيئة الإدارية والتعليمية من تراخيص المعلمين وكذلك الرخص وتجديد الرخص بالنسبة للمدارس. فأنظمتنا بالأساس قائمة عن بعد لتسهيل الإجراءات. وكذلك ضفنا إلى ذلك إذا أحيانا يكون في إشكالية أو عدم معرفة، إيميلات طبعا وزعناها على الأفراد، حطيناها على حساباتنا في كل اختصاص أو في كل قسم عندنا له إيميل خاص كذلك للتواصل وغير الأرقام. ممتاز ممتاز، جزاك الله خير استاذ علي وبارك الله فيك، ونتمنى لكم كل التوفيق، واتمنى كذلك ان نبقى متابعين لهذه العمليه ان شاء الله فور بدايتها يوم الاحد المقبل باذن الله. باذن الله. تسلم يا ابو، جزاك الله خير، جزيل الشكر، جزيل الشكر، بارك الله فيك، جزيل الشكر لسعاده الاستاذ علي الحسني مدير هيئه الشارقه للتعليم الخاص.